لو هو ما كتبش نموذج الإجابة ألف ولا ب ولا جيم هياخد صفر. هل دور طبيعي دور إنه يكون الطالب حال الامتحان كامل شيل بحالها؟ بس أنا أقول لحضرتك يا أستاذة منى، ما تخافيش، دور المراقب والملاحظ هي دي الحاجات اللي بتخلي الولاد داخلة متوترة. ما تخافيش، بيراجع كل حاجة محسوبة، بيراجع اسم الطالب على الرقم القومي بتاعه، وبيراجع رقم الألف أو ب أو جيم على الورقة. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لما أكون معايا ورقة إجابة بابل شيت ومعايا ورقة أسئلة، ما هو اللي جنبي ألف رقم واحد عنده غير رقم واحد عندي، واللي هنا رقم واحد عنده غير رقم واحد عندي، فكون طالب يقول للي جنبه رقم الإجابة بتاعت واحد أربعة أو ثلاثة غلط غلط. صح، عشان ده نموذج وده نموذج. أرجوكوا النموذج، رقم النموذج مهم جدا. صحيح، وضع أكثر من إجابة للسؤال الواحد غلط بالذات في الاختيار من المتعدد. طب أنا غلطت في سؤال عاوز أصححه، في آخر البابل شيت موجود مكان يكتب رقم السؤال ويكتب الإجابة السليمة اللي هو عاوزها. فكل حاجة يعني أصل الامتحان ما هوش عملية يعني مشكلة بيننا وبين أولياء الأمور، ده أنا عاوز أفرز الامتحان للفرز. يعني إيه الفرز؟ مش للتمرير كله ينجح، لا، للفرز يعني مستوى الطلاب متوسط فوق المتوسط متميز، فلابد إن كل واحد من الطلاب يراعي إنهم ما يحطش أكثر من علامة، يراعي نموذج رقم النموذج اللي موجود على ورقه الاسئله، يراعي ان هو اما يغلط يصحح في الاخر. اختبار المقال بقى، عشان بالمره اختبار المقال عباره عن بيقول له خد بالك وانت بتكتب المقال هحاسبك على القواعد النحويه، على القواعد الاملائيه، على كتابه الفقره ازاي، كتابه علامات الترقيم، فمحطوطه المعايير. انا وانا بكتب احط المعايير، وهي فقره كلها اربع خمس اسطر. صحيح، مش حاجة. طب أنا بس عايز أقول في النقطة اللي كانت منا بتتكلم فيها، أنه مسألة النموذج ممكن الطالب يكون حال كله صح بس كاتب النموذج غلط، فبالتالي ما ينجحش في الامتحان. دي مسؤولية الطالب أنه يكتب النموذج مبدئيا. لا، مسؤولية المراقب. واحدة بس يا فندم، مسؤولية الطالب في الأول أنه يكتب رقم النموذج، والمراقب يعدي يشوف الكلام ده، زي ما هي مسؤولية الطالب أنه يكتب اسمه مظبوط، زي ما هي مسؤولية الطالب أنه يكتب رقم الجلوس بتاعه. ما دي حاجات يا جماعة كلنا بنعملها طول حياتنا. ممكن أصلح سؤالي؟ ممكن اصلح سؤالي؟ صعب. طب ممكن اصلح سؤالي؟ انا مش بقول ان هو مسؤوليه الطالب او غير مسؤوليه الطالب، انا بتكلم في نقطه انه الضغط العصبي، فكره انه يا كذا يا كذا، لو اجبت اجابات كامله صحيحه واخطات في رقم النموذج، ان الطالب ياخد مره واحده صفر. هو ده اللي بقوله، الضغط والتوتر. مش عاوزين بس لكن نفهم الولاد انه يعني انا زي ما قال الاستاذ شاذلي حضرتك منا، انا كطالب بكتب اسمي حافظه، أيوة، وبكتب رقم جلوسي حافظه، أيوة، وبكتب رقم ورقه الاسئله، تمام، ألف او ب او جيم، دي اساسيات. طبعا المراقب لو واحد بيمتحن بدل واحد يسيبه؟ لا لا، بيتابع، لا لا لا، بيبص ويشوف دوره، واثنين واقفين وملاحظين وواحد مراقب، وفي متابعه، في متابعه تامه. ما تخافيش، انا عايز بس اقول لهم عشان نزيل التوتر نعمل ايه. اولا الفتره دي زي ما حضرتك قلتي ايام قلائل ويبدا الامتحان، اجاوب ما ذاكرش، لكن اذاكر الاسئله بطريقه البابل شيت، اذاكر الاسئله بطريقه البابل شيت، يعني اشوف الاسئله موجوده في بنك المعرفه بتاعت اربع سنين فاتوا، اشوف الاسئله هي ما دام الكتاب هو بقاله خمس ست سنين، والاسئله بتتحط منه، هو كتاب الفيزياء، كتاب الكيمياء، كتاب اللغه العربيه، هو نفس الكتاب اتحط منه اربع مرات اسئله، زائد المره دي اتحط اسئله، يبقى خمس مرات، زائد ان في اسئله تجريبيه موجوده عشان الطلبه يغشوا ويعرفوا يجاوبوا ازاي، موجوده في البابل جايد. جايد خارطه الطريق اللي الطلاب تمشي عليها عشان تعرف السياق. خلاص جاي، مرشده، اسئله ارشاديه موجوده. طب انا بقى مذاكر احط قدامي ورقه يصور البابل شيت من بنك المعرفه اللي فيه الدوائر وفيه، وياخد ورقه اسئله من الاسئله السابقه ويحطها قدامه ويقعد يجاوب ساعتين ثلاث ساعات. ليه بقى؟ لان تاثير الوضع بتاع الجسم بيأثر على الاجابه. اذا ما كانش بيقعد قبل كده
وممسك القلم وبيقعد فتره كبيره ما يتكلمش مع حد ويركز هيستمر في هذا الحال. في حاجه اسمها العبء المعرفي. يعني ايه العبء المعرفي؟ يعني انا زي ما بشيلش في معدتي اكتر مما تحتمل ما بشيلش في دماغي الا معلومات على قدها، يعني ما اقعدش اذاكر 8 ساعات و6 ساعات ورا بعض، ما انا مش هفهم. الساعه الاولى هستفيد بنسبه 90%، الثانيه هنقص، الثالثه هنقص، الرابعه يبقى 20%، يبقى لازم كل ساعه اجدد نشاطي. ان اجدد نشاطي عن طريق ان انا اغير الماده اللي انا بذاكرها، اجدد نشاطي عن طريق ان انا اتشاتى مع زمايلي في التليفون واجاوب بعض الاسئله، ده نوع جميل جدا مش هذاك. لو احنا بنذاكر في البيت مش واحنا في الامتحان. ده انا بجاوب مع بعض، بتفاعل مع زملائي فغير الاسلوب. اما انا بقى عاوز اثبت المعلومات اعمل ايه واريح دماغي؟ بحط المعادله او النظريه او الحل المساله المحلوله بكتبها في ورقه وانزلها بالسلوتيب قدامي في الاوضه. الذاكره البصريه بتاعتي هتثبت المعلومات. يعني انا بحول يا استاذه منى، بحول المعلومات المجرده الى صوره بصريه، صوره تبقى سهله الصوره البصريه. اسجل لنفسي، اقرا واسجل لنفسي واسمع التسجيل. اخلي ماما وبابا الحضن الاجتماعي يقعدوا يناقشوا. ايوه مهمه جدا. الام المامز حافظين المقررات زي الطلبه بالظبط. لو امتحنتني فيها بقى يا دكتور هتشوف مني اجابات. كل الام اي ام اديها منهج وهتشوف هتمتحن. ان شاء الله هم كلهم ضغطوا على الوزاره والوزاره استجابت ورفعت ايديها وحطت الاسئله من كتاب الوزاره. دكتور